عشق، لا تسأل نفسك ما نوع العشق الذي تريده، روحي أم مادي، إلهي أم دنيوي، غربي أم شرقي، فالانقسامات لا تؤدي إلا إلى مزيد من الانقسامات. ليس للعشق تسميات ولا علامات ولا تعاريف، إنما هو نقي وبسيط. العشق ماء الحياة، والعشيق هو روح من نار، يصبح الكون مختلفا عندما تعشق النار الماء. وهذه هي القاعدة الأربعون للقواعد العشق الأربعون للتبريزي. وأنا الحقيقة نقول إنه بليغ هو شمس الدين دو تبريز متاع الموسيقى العربية. معقول معقول. باهي، اش عندنا احنا في الموشحة الأندلسية؟ اش يقول ابن زيدون؟ لا تخفي ما فعلت بك الأشواق، واشرح هواك فكلنا عشاق. تظهر لي أشهر ما الناس كل تحفظها هذه. هي والأخرى اش عن؟ يا من سألك عن الهوى كن عادل، احذر هواه وخلي عقلك عاقل، واسمع مثلا من منتبه لا غافل، الحب أذى والعشق سم قاتل. صحيح. هذم في الموشحات الأندلسية. هاو أنا بعشقك موشح مسافر هاي. بطريقة في أواخر القرن العشرين بأسلوب سلس صحيح لعامة الناس. صحيح. علاش قلت لك راهو بليغ إلى جانب اللحن وكذا، حتى في الشعر، في الشعر المرجعيات واضحة. فهمت؟ موشح، هو موشح لكن موشح بطريقة جديدة. إيه إيه، صياغة أخرى، صياغة خفيفة. فهمتني؟ وثم المقدمة الموسيقية شنو هي؟ إيش المقدمة الموسيقية؟ مقدمة صعيدية. صحيح. المقدمة صعيدية. تو شوف أنا بعشق هذيا كسرة الدنيا، والناس كل اللي يحب يعبر على حبه لزوجته ولا لخطيبته يجيب هذيا أنا بعشقك ويهدي ويغني وتقول كذا. ويركب سفينة الحب. ويركب سفينة الحب. اكزاكتومون. فهمتني؟ ولكن أنا تعجبني، تعرف ليش تعجبني؟ تعجبني فك المرجعية نتاعها. صحيح. شوف تركب صعيدي، موسيقى صعيدية تركبها على مقامات أندلسية عبقرية. أنا خاطر نورمال ما بتركبش رافيني، خاطر نقول الأندلس هي الرشاقة والأناقة والرحيم. إيه هو لهنا يا خويا نردين. ممكن أنا ما نوافقكش لأنه هو الأصل واحد، هو حب يرجع بطريقة، راهو شفت المرجعية نتاعو، هو حب يرجع الغياب اللي صار والانقسام اللي صار في الموسيقات اللي موجودة بين الأندلس، لأنه هي مصدرها واحد. دونك بليغ حمدي ذكي في كما نقولوا ترجيعك العلاقات بين الموسيقى الأندلسية والموسيقى المصرية إلى آخره، لأنه هي صارت رحلات موسيقية. إي شكرا، مانيش معاك مش في الهذية، لا أنا نحكي لك. أما طريقتي ترقيت طريق موشح. إي تعاود تسيرو. فهمتني بالكلام هذاك أنا بعشقه وكذا. ثم تستعمل له موسيقى صعيدية اللي هي من القوة معناتها موسيقى القصور الملكية. صحيح. فهمتني؟ تمكن تختلف على الموسيقى الشعبية والسردية. اي لا لا، هي هذيك التركيبة ندل على شيء، فهو يدل انه الراجل ذوق كبير ويعرف كيفاش يحط معناها هذيك القوة الموسيقى وكيفاش يركب النوبات الموسيقية. معناها تصور انت هنا معناها النوبات الموسيقية نتاع يعني نتاع ستة قرون التالي، فماشي كيف؟ أكثر شنو ستة قرون؟ معناها لا نتاع الموسيقى الأندلسية. راهي الأندلس راهي يحسب من القرن التاسع ميلادي. التاسع ميلادي. اش بيك؟ اش معناتها عندك 11 قرن؟ فوالا. 11 قرن. 11 قرن. 1100 سنة. إي 1100 سنة. كلمة قرن مش نبني عليها هنا الفكرة اللي باش نقولها. الحقيقة هو القرآن كان يحكي على القرون وعلى الشعوب اللي مرت على الإنسانية. يعني بليغ حمدي يعني إخذاك نحن نقولوا ريبرتوار موسيقية إنسانية عالمية، كما القرآن لم تاريخ الإنسانية الكل واختصروا في سؤال. هو راهو بيني وبينك، وكان بليغ حمدي جات فما اسطوانات نتاع الموسيقى العباسية كفنية والموسيقى الأندلسية بالضبط، معناها مسموعة. بليغ حمدي راهو ممكن راهو هز الموسيقى العربية للعالمية أصل رجح. صحيح. واني الحقيقة كما نقول إنه لازم بالحق قواعد جديدة، قواعد العشق الأربعون، لازم قواعد عشق بليغ للموسيقى، قواعد روح بليغ جديدة. إن شاء الله نلقى شكون هكا إنسان بالحق. أنا ظهر لي باش نمشي نعمل ريشيرش على بليغ ونعمل اختصاص موسيقى معاك لبنى. ما شفتش أنت بطبيعتك عملت ريشيرش، ما احنا الحلقات نعملوا فيها مو عاملين ريشيرش. لا لازمني نعمل ريشيرش، نحن نقولوا بروفيسيونيل نتاع باحث في الموسيقى ومتعمق. الحقيقة سي نوردين
غطسنا في البحر والله العظيم. مش عادي والله ما شاء الله. لبنى لبنى اش تحب تعقب يعني؟ انا عجبني كلام سي نور الدين في خاصه في كحكي على الفترات اللي يخدم فيها بليغ مع كل مطربه وكيف كل اغنيه خدمها بحر بحق بليغ الحانه ما توفيش الحانه ديما قابله للتحليل وديما يهزك العالم اخر اني كشفت مقترح. ايوه بكري انا غبي مش اللي نحبوا المقترح معناها عجبني نتاع سي نور الدين. شنو هو المقترح؟ انا اقترحت على شكري ولا لبنى باش يغنيونا غنيه ملحنة عبد الوهاب. عزفني بربي عزفني. ولكن هي نتاع بليغ حمدي تحب ولا تكره فهمتني؟ اللي هي لولا شو تعزف لي نايبه بليغ؟ لولا الملامة. باش نسقوها احنا بطبيعة الحال على المباشر. صغير يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا 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 لولا الملامة يا هوى لولا الملامة لفرد جناحي عالهوى زي اليمامة لولا الملامة يا هوى لولا الملامة لفرد جناحي عالهوى زي اليمامة وأطير وأرفرف الفضا وأهرب من الدنيا الفضا وأطير وأرفرف في الفضا وأهرب من الدنيا الفضا وكفاية عمري كفاية عمري اللي انقضى وانا بخاف الملامة وانا بخاف الملامة واهمل ملامة سألوني كتير سألوني علي سألوني علي إيه بتحبي أيوة أيوة وحنكر ليه بصوا لي ملا وقالوا لي كلام جراح فرشوا لي الأرض فرشوا لي الأرض دموع والشمس جراح كل ده كله عشان حبيت
الجمال قلت انا حبيت لولا الملامة يا هوى لولا الملامة لفرت جناحي على الهوى زي اليمامة واطير وارفرف في الفضا واهرب من الدنيا الفضا وكفاية عمري كفاية عمري اللي انقضى وانا لا ملام عليك يا سي نور الدين. اذا كان انت تعشق بليغ والحقيقه بليغ ابداعات وابداعات سندس بليغ حب نوضح شويه هي اولا راهي هي الحان عبد الوهاب ولكن راهو عبد الوهاب تقمص لغه ببليغ حمد تحب ولدك علاش خاطر عبد الوهاب صرح الى مدير الاذاعه المصريه وجدي الحكيم قال له انا راني في الدار تعرفش نغني ولا قال له واش تغني ما اغنيك قال له لا قال له راني انا كي نمشي ندوش مثلا للسال دو بان نغني زي الهواء فهمتني عبد الوهاب تاثر ببليغ حمدي هاو مش نشوفه مثلا في ليله حب اللي فيها متعذب بليغ حمدي بليغ حمدي روح بليغ حمدي سكنه عبد الوهاب فما برشا جمل حتى يقولوا العازفين اللي خدموا مع ام كلثوم ساعات يقولوا راهو وقت اللي احنا خدمنا مع عبد الوهاب نقولوا له يا استاذ ليه راهي هذه راهي من بعيد عنك هذه راهي من عبد الوهاب نقول لهم يا اخي راشي كيف انت شنو هي الحكايه فهمتني يوليو فهمتني يحاولوا باش يفيتيو تلمو شنو هي الجمله الموسيقيه نتاع بلي حمدي سكنوا تمخخ الملحنين راه انا نسمع ايه قال عبد الوهاب انا يعجبني يستعرف بالحق فهمت هذيك الحاجه الباهيه فهمت هو هذيك هو ساعات ويجيك ملحن انه جمل نتاعو تسكنك تسكن هذه هي راي تسكنك كما شفنا في يوم سسمة في يوم وليله نتاع ورده ما تعرفها ولا من سسمة ماخوذه مع على حسب وداك نتاع بليغ حمدي راهو عبد الوهاب قعد تقريبا يجاري يحاول يجاري في الريتم والنسق نتاع بليغ اي في النفس وفي الروح اي اكزاكتومون هو هذاك اللي اثر تحب ولا تكره الاغاني اللي جرى فيهم عبد الوهاب بليغ مثريين جدا هو شوف لحظه خلينا نرجع لكم شوف عبد الوهاب كيف فهم منهجيه بليغ حمدي عبد الوهاب خاطر عبد الوهاب ذكي فهم اللي الرجل هذايا يحكي على الحضاره الاسلاميه مشروع الموسيقي هو الحضاره الاسلاميه شمال عبد الوهاب كيف حب يجاريه شعمل جلم كرثوم قال نعمل مشروع شنو هو المشروع قال نمشي ونلوجوا على قصائد في العالم العربي افضل مقيله في الشعر من العالم العربي ونتغني جت على اساس هذه ليلتي جورج جرديق السوري ايوه ادم فتحي غدا القاك وبدا المشروع خاطر ذاك راهو مشروع لا 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 ولا كيمشي يغني والشابي ابو القاسم الشابي ايوه فهمت عبد الوهاب شعمل عبد الوهاب ما يحسب له انه يجاري في افكار بليغ حمدي بالله نحب نسالك سؤال هنا ما بين بليغ وعبد الوهاب شكون لهنا الهرم شكون النيل شكون شوف هو بليغ حمدي اسمه ابن النيل فهمتني انا بالنسبه لي قلت لك من اول حصه يا سندس انا بالنسبه لي نرى بليغ حمدي اورنور لا يقارن بما تبقى من بقيه الملحنين لا يقارن اصلا توعتها انت قلت لك شكون النيل وشكون الهرم في الموسيقى المصريه في الموسيقى المصريه بين عبد الوهاب وبين نتصور بليغ هو النيل خلي انت تو جاوبت هاي جاوبت صحيح ما عندها تصور هو انا نقول بليغ هو النيل باهي انا بالنسبه لي نعطيك رايي انا الهرم هو بليغ الهرم هو محمد عبد الوهاب جوستومون نفس الفكر دونك محمد عبد الوهاب هو يبقى هرم لكن النيل
يبقى ديما سر وديما قابل للتحليل وديما تعرفش علاش باش كي نسميه احنا علاش يلزمنا نبرر النيل يشق مصر الكل السودان من بحيرات فيكتوريا ويسقي الناس من اوغندا ولكن الهرم هو هرم معناها مبني معجزة صحيح في بناء ولكن يبقى في بلاصته صحيح والنيل ديما يبقى يعني حتى يصب في الدلتا نتاع البحر الابيض المتوسط دلتا النيل دونك هما الزوز ديما خير ويمشي البحر الابيض المتوسط ولكن هما الزوز شوف الهرم والنيل معناها حاجتين كانك رموز الثقافه المصريه الحقيقه كما اخترنا الكل اتفقنا ظهر لي انه الهرم هو محمد عبد الوهاب والنيل يبقى هو بليغ شنو حبيت تقول سي شكري انا حبيت نقول انه الموسيقار بليغ حمدي هو رمز للجمله اللحنيه التي تسكن المتلقي معناها وقت اللي نسمعوا بليغ حمدي مقطع غنائي او جمله موسيقيه لانه بليغ حمدي اعتنى كثيرا بالجمله اللحنيه داخل الاغنيه ويعني كانت عنده قداسة كبيرة للجملة اللحنية واحنا قلنا في الحصص السابقة انه كانت مسابقة كبيرة وتنافس كبير في المقدمات الموسيقية بين لقطابة ذوم بين خاصة محمد عبد الوهاب وبين بليغ حمدي بليغ حمدي الجملة اللحنية وسط الغناء يعني فما مرة يعني حاولنا باش نلموا ونعملوا معزوفة موسيقية بالاغاني بالمعزوفات الفواصل الموسيقيه اللي داخل الاغنيه مش المقدمه الموسيقيه. بحر. صحيح. معناتها تنجم تلم وتعمل تالف معزوفه موسيقيه من الموسيقى بين الابيات. معناها تلقى حاجه رهيبه. دونك يعني بليغ حمدي الجمله اللحنيه نتاعو انا ساعات تجيني جمله في مخي تشدني نهار كامل. نتاع بليغ حمدي. ما نخرجش منها راه وهذه تصير خاصة عند الموسيقيين تصير عند الناس الكل هي فهمتني وتقعد هذيك الجملة تتعاود لين تمرض بها وقت فما واحد صديقي شي يقول لي تصير لي الحكاية هذه يقول لي تعرفش ايش نعمل قلت له ايش تعمل قال لي ندخل ندوش هاي قال لي نغسل بالشامبوان وكل شيء قال لي ونشف تتنحك الهوس نتاع الجمله الموسيقيه والله قال لي جربتها بامال دفوة خاطر احنا الموسيقيين راهي ساعات تركبنا جمله تقعد ما تتنحاش سيد تلبس بعد ما تفطر تمشي القهوه ترجع تخرج من القهوه تعاود ترجع لك سبحان الله فهمتني عاد ضحكني قال لي راني نعمل فيها قال لي مش نضحك قال لي راني بالحق قال لي ندخل ندوش تتنحى الجمله سبحان الله هو ايتا ديسبري ايتا دام الحقيقه روح هو بليغ بالحق روح وشوف سندس فما الموسيقى الالحان هذيا راهو فما سر سبع درجات موسيقيه تو باش ندخلوا في عالم اخر شيء ملكوت هو سبع درجات ورقم سبعه هذا رقم سحري رقم سبع سماوات سبع اراضي صحيح. سبع ابواب هذوك وسبع ايام في الاسبوع فهمت كيفاش دونك الدرجات شكون ابتكرها كيفاش شكون اللي ابتكرها؟ يا الدراجان ولا انسى اللي ابتكر الدرجات هذه؟ دونك الموسيقى حاجه غريبه في الكون هذا. انا نتصور حسب رايي انا ممكن الموسيقى اللي نستعملوا فيها في الدنيا هذه قد يكون الدشي نتاع الملكوت اللي ما نعرفوهاش احنا، قد يكون ربي سبحانه طيشها فهمت ولا لقفها الانسان وتخلف البحورات هذه. دونك معناها الموسيقى سبع درجات هما بيدهم دوري مي فا صول لا سي يتعاودوا يستصاغوا بطون اخر بريتم اخر بجمل اخرى وما تملش وتخرج ديما الالحان 49 دقيقة صار ايوه قبل نمدوا حتى احنا باش نمدوا باغنية اللي هي يعني سيدي انا وكي عرفتها سيدي انا من عام هكا تو اللي هي في اللغة الموشحة تربية نتاع كرابيش نتاع الموشح رجع للموشح الاندلسي وانا قلت لك ديما الموشح كي نسمعوا انا من عند الرشيدية ولا من عند المغاربة في الجو تحسوا جامد بليغ عمل لنا موشح لكن خفيف يتحدى تحس فيك الرقصة التربوش
نتاع ولكن زاد سامحني خويا نور الدين رقصه الدراويش هو ايه هو زاد بريق حمدي راهو ذكي هو وقت اللي تعامل مع ميادة حناوي عارف المرجعية نتاعها والقدود الحلبية والجذور الموسيقية اللي موجودة فهمتني ولا نتاع يعني الخلافة العباسية دونك معناها راهو كيما كان يحكي نور الدين ينبش هو كي مشى لسوريا مشى باش يشوف ويتمتع بالتراث الموسيقي السوري الحلبي القدود الحلبية وخدم معاها في الـ في الـ في, الـ في التيم نتاعها هي نتاع تراثها يطبع بليغ حمدي يطبع البلاد اللي أيه. كل صوت يطبعوا معناها يعطيك الصح يطبعوا بتاريخه بارثه وكل شيء الا 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 استثناء وحيد انه الموسيقى المغربيه المسروه ما نجموهاش يعني عندنا كسي سويت لي كومبوزي فهمتني ما نجموهاش نرجعوا لها الموسيقى المغربيه سي أيوة. نور الدين انتم حكيتوا على الطابع كيفاش بليغ يطبع كل يعني مغني بصوته ببلاده بالطابع الموسيقي الموجوده وكانت حلقه اليوم هي بطابع لبنى العبيدي اللي هي شرفتنا الحقيقه وانا مش نقول لكم حلقه الليله بدون كلمه ختام الحقيقه لانه هذا الفن هو ازلي هو من روح الله يعانق فيها شيئا من الخلود والسمو والوجود هو جناح ملاك خلق من نور يبعث فينا رغم كل الشجن ارقى انواع الفرح والسرور